أهلا وسهلا فيكم في مطبخ فرع. كتير إجاني رسائل إنه بتحبوا أفكار عن دجاج بالفرن، فهالمرة حابة أقدم لكم وصفة يلي هي صينية دجاج بالفرن مع الخضار والبطاطا. وصفة كتير سهلة ومكونات متوفرة بكل بيت، وصفة غنية بالعناصر الغذائية ومفضلة عند الكبار والصغار. بتوقع هالوصفة كتير رح تعجبكم. إذا أول مرة بتشوفوا قناتي لا تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. شوفوا الفيديو للأخير لتعرفوا التفاصيل. رح نبلش بالمقادير. رح نحتاج ل 2 كيلو دجاج، انا هون استخدمت دجاج رجلين، فيكن تستخدموا اي نوع، جزر 200 جرام وبطاطايتين، 3 بصلات وسط. للتتبيلة رح نحتاج ل عصير الليمون، زيت زيتون، ثوم، زنجبيل مهروس، دبس بندورة. هاي البهارات: ريحان، ملح، اوريجانو، بابريكا، فلفل أسود، وروزماري. المكونات كاملة موجودة تحت بصندوق الوصف. لتحضير الدجاج رح نقطعه بهالطريقة، رح نعمل جرح من هالطرف، كمان بالطرف الثاني بنعمل جرح ثاني، وهيك لحتى تخلص كل كمية الدجاج. هي الطريقة بتخلي الدجاج يستوي بسرعة والصوص يفوت أكتر لجوا. لتحضير تتبيلة الدجاج بنحط الزيت والليمون، الثوم، الزنجبيل المهروس، فينا نستخدم زنجبيل بودرة إذا ما توفر الزنجبيل المهروس، ودبس البندورة. وبعدين بنحط البهارات ما قلت لكم: الريحان، الملح، الفلفل، الأوريغانو، البابريكا، والروزماري. طبعا بنحركهم منيح كتير لحتى يصير هيك قوام الصوص. هلا منلك الدجاج قطعة قطعة ومنحطهم بوعاء كبير نقدر نحطه بالبراد بعد ما نلكهم كلهم ونغطيهم بالنايلون. منضل عم نتبع هالخطوات لحتى نخلص كل قطع الدجاج. طبعا رح يزيد معنا شوية صوص رح نخليه على جنب لحتى نستخدمه بعد شوي بكمالة الوصفة. لتحضير البطاطا بنحط مي بزبدية وبعدين بنضيف لها ملح نص معلقة صغيرة ومنحركها منيح ومنحطها على جنب لنبلش بتحضير البطاطا. منقشر البطاطا ومنقطعها لحلقات، هدول الحلقات بدها يكون سمكون أقل من 1 سنتي لحتى ما تكون كتير البطاطا سميكة وتطول لتستوي. فينا كمان إذا مو حابين نقطعهم بالسكينة نستخدم البراشة، بس طبعا بالبراشة رح يطلعوا أرق. طبعا انتو بتقرروا قديش بيكون سمك البطاطا وكيف ممكن تقطعوها. بعد ما نقطع البطاطا ننقعها بالمي والملح يلي حضرناهم. تأكدوا منيح انه فرقتوا شرائح البطاطا عن بعضها لحتى كلهم ينتقعوا بالمي والملح وياخدوا طعم. لتحضير البصل رح نقطعه لحلقات، او ممكن تقسموا البصلة بالنص وتقطعوها كنص دائرة مو دائرة كاملة، حتكون سماكتها هالقد. من اول تحضير الوصفة بنكون حمين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. هلأ رح نبلش بتطبيق الطبق. منصف الجزر بهي الطريقة وفوقه البطاطا يلي نقعناها بالمي والملح، وبعدين منحط البصل ومنبلش نحط الدجاج يلي تبلناه. التتبيلة يلي استخدمناها للدجاج مكوناتها متوفرة بكل بيت، فيكن تعدلوها كيف ما بتحبوا،
ممكن تضيفوا له فلفل أحمر، شي حاد، ممكن كمان تستغنوا عن الريحان، ممكن تحطوا بهارات إيطالية، هذا كله بيرجع لكم. فيكن تطبقوا التتبيلة كيف أنتوا بتحبوها. وهلأ منصف الجاج بهاي الطريقة لحتى نحط كل كمية الجاج بقلب طبقنا اللي حنطبخ فيه. مثل ما شفتوا بالوصفة استخدمنا زبديتين، واحدة عملنا فيها التتبيلة والتانية نقعنا فيها الجاج. فينا نحط هدول الصوصين يلي تكونوا معنا بهالزبديتين بزبدية واحدة، ومنضف لهم مكعب خضار، وبعدين منضف لهم نص لتر من المي المغلي، منحركها منيح ومنحطها فوق الجاج، وبيكون عنا صوص هيك قوامه لحتى يستوي معنا الجاج. لازم يكون فيه سائل لحتى ما ينشف. منحط الصوص يلي حضرناه فوق الجاج، وبعدين منحط عليه ورق الزبدة. هلأ منجيب ورق زبدة ومنجعلكو بهالطريقة، منحطه فوق البايركس، وبعدين منغطيه بورق القصدير ومنحطه بالفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة. بعد 45 دقيقة من قيمة من الفرن وحيطلع شكله هيك. ما بقدر أوصف لكم الريحة، كتير حلوة. منقلب الجاج، وبعدين منرجع منرجعها على الفرن بدون ما نغطيها لحتى شوي يتأمر الوش من فوق، يعني مدة 10 دقايق لربع ساعة حسب انتو كيف بتحبوا الشكل. وهلا طلعناها من الفرن، شوفوا الشكل شو حلو، والجاج كتير مستوي وطري، والريحة عن جد لا تقاوم. رح نسكب بصحن ورح ندوقها سوا. شوفوا معي طبقنا لليوم كيف شكله حلو وشهي كتير. فيكن تقدموه هيك لحاله، أو مثلا مع خبز أو مع رز، حسب كيف بتحبوا تقدموه. شوفوا طبقنا لليوم صار جاهز، تعوا ندوقه سوا. الريحة عن جد أكتر من رائعة. رح نقطع الجاج، شوفوا كيف مستوي والطعمة كتير كتير طيبة، حتى الجلدة طرية وما لم أرمدة، يعني ما لا أسيانة. وشوفوا البطاطا كيف تنهرس وكتير ظريفة، وخصوصي للأطفال، وجبة متكاملة للكبار وللصغار. بتمنى هالفيديو يكون نال إعجابكم. لا تنسوا تكتبوا لي تحت بالكومنتس شو بتحبوا نعملكم وصفات، ولا تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم.